بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة إن شاء الله معنا خبر مهم للمتقدمين لمدرسة الضبعة للطاقة النووية. سوف يستمر التقديم لمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية حتى 19 يوليو الجاري، اللي هو 19/7/2020. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، وإليك شروط ومواعيد التقدم كالتالي: التقديم إلكترونيا على رابط، طبعا الرابط اللي قدامنا ده ممكن أنزله أسفل الفيديو، ومن خلال الرابط ممكن نقدم إلكتروني. التقديم للعام الدراسي المقبل 2020-2021، التقديم من 9 يوليو ويستمر حتى 19 أو يوم الأحد 19 يوليو 2020. الطالب يقوم بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم، يوقع ولي الأمر عليها لتقديمها إلى شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية. مطلوب 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم، صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، طبعا دي اللي هي المفروض إن يكون الطالب واخدهم، اللي هو يوقع ولي الأمر على التقديم ويقدمه لشؤون الطلبة بالإدارة. 2 صورة شخصية، صورة شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، وصورة طبق الأصل من شهادة. يتم تسليم أوراق التقديم بالمديريات التعليمية. عقد اختبار القبول بالمدرسة يومي 26 و27 يوليو 2020، يبقى الاختبار هيكون يومين، يوم 26 ويوم 27 يوليو، وطبعا انتهاء التقديم هيبقى يوم 19. يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية دور أول، يعني ما يكونش دور تاني، مجموع لا يقل عن 262 درجة لجميع محافظات الجمهورية، أن يكون مصري الجنسية، لا يزيد السن في 1/10/2020 عن 18 سنة. طبعا دي الشروط، وطبعا الكلام ده اتكلمنا عنه في فيديو سابق ولكن برضو بنلفت النظر ليه. يبقى العقد الاختبار هيكون يوم 26 و27 يوليو. شرط ان يكون الطالب حصل على الاعدادية ويكون من دور اول، ما يكونش دور تاني، يكون دور اول. المجموع بتاع الدرجات لقبول في المدرسة النووية 262 درجة في جميع محافظات مصر، وطبعا الجنسية مصري، وعمره ما يزيدش عن 18 سنة في 1/10/2020. ألا تقل درجات الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية عن 95%، يعني بالنسبة للثلاث مواد دول لابد أن درجته تفوق 95%، يعني ما تقلش عن 95. بالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح، حصولهم على الإعدادية من مطروح، يعني طلبة مطروح يكونوا حاصلين على الإعدادية من مطروح نفسها. الامتحان يعقد إلكترونيا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة. تعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، يبقى النتيجة بتعلن عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. يعقد الاختبار من دور واحد فقط، يعقد الاختبار من دور واحد، يعني مفيش دور تاني، دور واحد بس. لا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة، يعني الطالب هيتقرر الامتحان يوم 26 و27، اللي هيتخلف عن الميعاد طبعا خلاص انتهى بالنسبة له التقدم. يحق للطالب الذي يقبل التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتيجة، يعني يحق ان ممكن أقدم تظلم في خلال مدة 10 أيام من إعلان النتيجة. يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بالوزارة، يبقى التظلم اللي أنا هعمله هيرفع إلى مكتب خدمة المواطنين بالوزارة. يختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات. يتم قبول الطلاب بمدرسة الضبعة طبقا للأعداد المقرر قبولهم سنويا. يبقى دي كل اللي احنا قلناه عن مدرسة الضبعة، وطبعا قلنا سيستمر التقدم اليوم 19 ويعقد الامتحان يوم 26/27 يوليو الجاري، وطبعا لابد يكون معايا أوراق الكافية أو الأوراق المطلوبة، وطبعا ما نتخلفش عن موعد
الاختبار، عشان لو تخلفنا عن الموعد طبعا لا يحق لنا ان احنا نلتحق بالمدرسة مرة اخرى، ويحق ان الطالب يرفع تظلم في خلال 10 ايام من اعلان النتيجة، ويقدم التظلم ده في مكتب خدمة المواطنين بالوزارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.